قال رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط العين الدكتور يعقوب ناصر الدين خلال حفل تخريج فوج التحديث إن هذا البلد حظي بقيادة حكيمة تدرك إدراكا عميقا حجم التحديات الناجمة عن التغيرات العالمية، مؤكدا أن العلم والبحث العلمي يعدان المحرك الأول لتلك الحيوية التي يتوجب علينا أن نتفاعل معها كي نحافظ على إنجازات الحاضر ونستعد لأدوات المستقبل. قال نائب رئيس هيئة المديرين في جامعة الشرق الأوسط الدكتور أحمد ناصر الدين خلال مقابلة إذاعية مع برنامج وسط البلد إن الجامعة التقطت الرسائل الملكية التي رأت أهمية اكتشاف المؤسسات التعليمية لطاقات طلبتها عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير، مشيرا إلى أنه لم يعد من المقبول بأي حال من الأحوال أن نضع الطلبة أمام مناهج دراسية لا تلتقي مع الأوراق النقاشية لجلالة الملك والتوجهات الوطنية والاحتياجات العالمية. حصل برنامج هندسة الطاقة المتجددة في كلية الهندسة بجامعة الشرق الأوسط على اعتماد أبت الأمريكي ليكون بذلك البرنامج الأول والوحيد من بين برامج الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة الحاصل على هذا الاعتماد. البرنامج تمكن بحصوله على الاعتماد المذكور من الانضمام إلى 4 جامعات على مستوى الإقليم والعالم، هي جامعة ألفريد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهد أريغون للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، وجامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، والمعهد المتوسط للتكنولوجيا في تونس. عقدت كلية الأعمال في جامعة الشرق الأوسط بحضور رئيسة الجامعة الأستاذ الدكتور سلام المحادين اجتماع هيئتها العامة الأول لبحث توافق مساقات برامجها مع معايير الصناعة والاتجاهات الناشئة ودمج التكنولوجيا المتطورة في المناهج الدراسية، خاصة مع مشهد الأعمال المتطور باستمرار بسبب التقدم التكنولوجي والأسواق العالمية وتفضيلات المستهلكين، وهو ما يبرز الحاجة إلى جعل الطلبة مستعدين للتعامل مع هذه التغييرات. حازت جامعة الشرق الأوسط على جائزة المركز الثاني في مسابقة إعادة إعمار القرى الفلسطينية المقامة في لندن، متخطية بذلك 13 جامعة، 4 منها أردنية و9 عربية. مثل الجامعة طالبات كلية العمارة والتصميم دين الناظر من خلال مشروعها الذي أعاد إحياء قرية الدوايم الفلسطينية في قضاء الخليل، بعدما شهدت هذه القرية من تهجير وإبادة جماعية خلال حرب النكبة في عام 1948. عقدت كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة الشرق الأوسط اجتماع هيئتها العام الأول لمناقشة خطتها وتطلعاتها للعام الجامعي المقبل ووضع مسار قوي للتميز الأكاديمي والابتكار والمشاركة المجتمعية، ليؤكد الاجتماع ضرورة بذل مزيد من الجهود في سبيل الالتزام برؤية الجامعة وتبني رسالتها. حاز تصميمان لطالبي التصميم الجرافيكي في كلية العمارة والتصميم بجامعة الشرق الأوسط طلال العنبر وسارة المناصرة على إعجاب لجنة التحكيم المخصصة لتقييم الشعارات والأعمال التصميمية في غرفة تجارة عمان. التصميمان ارتبطا بإعداد هوية بصرية وتصميمية جديدة للغرفة بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها. جامعة الشرق الأوسط نعد القادة.